يا هلا والله بالجميع، معاكم الوجيه. كيف حالكم يا جماعه؟ ان شاء الله تكونوا دائما بخير وصحه وعافيه. مراجعه بحرق لمسلسل ون بيس الحي، هبلوا لايك واشترك في القناه وضبط المظبيط، ويلا بينا نبدا. قبل ما نبدا في المراجعه يا جماعه الخير، في شيء مهم لازم نعرفه علشان نحكم على المسلسل بشكل يعني اكثر منطقيه وعدلا. مسلسل ون بيس مقتبس من قصه خياليه وهزليه، وصعب جدا انه يتم تطبيق فكره الانمي او المانجا وتحويلها الى عالم حي، صعب جدا. فلذلك نتفليكس واودا لعبوا شويه يعني في احداث القصه بحيث تتماشى قدر الامكان مع العالم الحي او العالم الواقعي. اوكي، كان بالإمكان إنهم يبذلوا جهد أكثر من كذا، ولكن على ما يبدو إنه هذه أفضل نتيجة قدروا يطلعوا فيها، وكل ثقة إنه أودا حاول قدر الإمكان. فإذا أنت متابع لأنمي ون بيس أو مانجا ون بيس، فراح تتقبل معظم الأشياء اللي بتشوفها داخل المسلسل هذا بشكل عادي. ولكن لو أنت مستجد في قصة ون بيس ولا لك في الأنمي كثير، غالبا المسلسل هذا بيكون مجرد مسرحية هزلية ومسلسل عادي جدا، لأنه مش الكل عنده القدرة على تقبل الخيال، فما بالك بعمل يتسم بالخيال والهزلية والسخرية في كثير من الأحيان، وكمان يقدم داخل قالب حقيقي وحي. فعلشان تحكم على مسلسل ون بيس الحي بشكل جيد، ضروري يكون عندك سعة صدر ومخيلة واسعة جدا. وبالنسبة لي أكون صادق معك، أول ثلاث حلقات من مسلسل ون بيس الحي كنت مرة مستمتع، ولكن بعد ثالث حلقة تقريبا بديت أطفش وصرت أتابع فقط لغرض المتابعة، جالس أنتظر الاقتباسات المهمة، اللحظات المهمة متى تيجي علشان أشوفها وأروح للحلقة اللي بعدها. هذا وأنا عارف قصة ون بيس وعارف الأحداث هذه وين بتنتهي وكيف بتنتهي، فما بالك بشخص مستجد داخل القصة وداخل عالم ون بيس. وضروري تعرفون يا جماعة أنه حكمي على المسلسل من وجهة نظر قارئ للمانجا ومتابع لأنمي ون بيس كامل، علشان كذا وأنا آسف مقدما ممكن تلاحظون أني بكون قاسي شوية في الحكم. عموما يا جماعة، مسلسل ون بيس الحي نزل قبل كم يوم على منصة نتفليكس، 8 حلقات، كل حلقة مدتها ما بين ساعة أقل من ساعة، المهم أنه أقل حلقة تقريبا 45 دقيقة. وأحب أقول لكم وبكل صراحة، نتفليكس وأودا قدروا أنهم يخرجوا العمل بأفضل طريقة ممكنة، ويب أحب أقول لكم أنه نتفليكس تفوقت جدا في إخراج العمل بشكل جيد إلى حد كبير. سينماتوغرافي من أروع ما يكون، موسيقى توفقوا فيها، تصميم الأزياء واو، حاجة مرة متعوب عليها، المكياج السينمائي في كثير من الأحيان وليس في كل الأحيان كان جدا كويس. فكل الأمور الفنية الانتاجية اللي تكلمت عنها هذه قدروا انهم يخرجوا فيها بشكل جدا كويس. تصميم مواقع التصوير اكاد اجزم انه من اجمل الاشياء اللي شفتها في مسلسل ون بيس الحي، فيه جهد جدا كبير وفيه فلوس واضح انها اندفعت في تصميم مواقع التصوير. مطعم زف، السفن، المراسي، جوينج ميري بالرغم من فتحة الفم الغبية ذيك بس اوكي، مقرات البحرية، بيت كايا، كل شيء كان من اروع ما يكون للامانة في تصميم مواقع التصوير. حتى منتزه ارلونج او ارلونج بارك كان شيء خرافي حقيقي، حاجة مرة متعوب عليها ويشكرون عليها. تصميم القتالات كان برضو جدا رائع ومن اجمل ما يكون، واستمتعت في كل ومعظم القتالات اللي شفتها. اوكي، مش افضل شيء في الحياة لانك تتكلم عن قتالات خيالية وفيها شوية يعني اشياء خارج عن الواقع، ولكن كتحويلها داخل عمل حي، تصميم القتالات كانت جدا مثيرة للاهتمام واستمتعت فيها كلها. اختيار الممثلين يا جماعة كان ما بين ممتاز وما بين سيء جدا، في ممثلين كان اختيارهم جدا رائع وفي ممثلين انا ما ادري كيف اختاروهم اصلا، هل اودا شافهم ولا هم كذا سووها من وراء ما ادري. لوفي كشكل شخصية مرة ممتاز، شكل الشخصية اوكي، لوفي هذا لايق عليه لوفي، ولكن كأداء الممثل للأمانة ما يقدر يحاكي يمكن 25% من كاريزما لوفي اللي احنا نعرفها. في أكثر من لحظة داخل المسلسل كان في مبالغة واضحة جدا من الممثل في محاولة تقمص شخصية لوفي، لدرجة انه احيانا صراحة كذا كنت اقول اقلع ام السخافة ايش هذا، لا يا ابو يا لوفي مو زي كذا. والعتب مش في كتابة الشخصية يا جماعة، لا، العتب على الممثل نفسه، ممكن الممثل ما زال غير منسجم بشكل كامل مع شخصية لوفي او لسه جالس يحاول يفهم الشخصية، الله اعلم، ولكن هذا مش لوفي اللي انا اعرف. زورو
دوره كان مرة ممتاز شكلا وتصميما واختيار الممثل برضو والكاريزما اللي تخدم زورو، ولكن برضو أداء الممثل في كثير من الأحيان كان واضح إنه جالس يبذل جهد أكثر من اللازم في مستوى معين من الجهد المفروض توصله، إذا تجاوزته تبدأ تصير إيش مبالغ في التمثيل، مبالغ في الأداء، مبالغ في تقديم الشيء اللي في راسك. فالممثل كان يبالغ جدا في أداء شخصية زورو لدرجة إنه قدم شخصية زورو على إنها شخصية مظلمة وسوداوية وتعيسة وما تتكلم كثير. أوكي أنا أتفق معاك، إحنا متابعين قصة ون بيس، زورو هو الأقل مرحا في الطاقم، بس مو لذي الدرجة، لا زورو مش تعيس لهذه الدرجة وسوداوي لهذه الدرجة. فالممثل تقريبا في معظم اللحظات منفس، طول الوقت منفس، زورو مش طول الوقت منفس، لا والله بالعكس، زورو يزحف يستهبل، فيه له شطحات يعني. أوسوب نامي سانجي مرة رائعين وقدموا أدوارهم بشكل جدا كويس، بل من وجهة نظري سانجي وأوسوب هم الأفضل من بين كل الممثلين في الطاقم. شانكس مرة ممتاز وقدم دور رائع جدا، والممثل حاول يحاكي كاريزما شانكس قدر الإمكان وبالفعل كانت النتيجة جميلة. أوكي أقدر أقول عن هذا يب هذا شانكس، ولكن طاقم شانكس ما أدري، بس يعني نص كويس ونص فوضوي. بين بيكمان يا رجل عطبوه عطب الويل، انا ماني جالس اغلط على الممثل، لا الممثل جاي يقدم دوره ويمشي، بس انا الوم الشخص اللي وظفه. الممثل ما يشبه بين بيكمان لا شكلا لا طولا ولا ما يشبهه، ما ادري كيف وافقوا اصلا عليه. شخصية مرة مهمة، الذراع الايمن لشانكس، جابوا واحد كذا عشوائي يلا تعال مثل. حرفيا الجهد اللي حطوه في اختيار بين بيكمان مرة صفر صفر، ايش صفر، لا يشبهه في الطول ولا في الشكل ولا حتى في قصة الشعر ولا في البنية الجسدية، ما في شيء كذا، جاب واحد عشوائي تعال اجلس يلا بين بيكمان. فكان اختيار للأمانة مرة عشوائي لشخصية جدا مهمة. شخصية قارب اختيار الممثل كان مرة رائع مرة رهيب، ولكن الشخصية في المسلسل نفس موضوع لوفي ما حاكت ولا 25% من الكاريزما اللي نعرف قارب فيها. قارب اللي نعرفه في الأنمي وفي القصة زاحف وشاطح ويضحك ويستهبل على الرايح والجاي، وهذا كان متسم بالجدية أكثر من اللازم وفي معظم الأوقات. أوكي كان فيه له شطحات، بس لا مش هذا قارب اللي أعرف. الشخصية يا جماعة قبل ما تكون مجرد شكل هي أداء، وواجب الممثل والمخرج إنهم يحرصوا إنهم يقدموا الشخصية مثل ما هي، وقدر الإمكان يحاولون يقتربون من الكاريزما المتميزة فيها. أما بالنسبة لكوبي أنا أقدر أقول عنه حرفيا الوجه الخشبي داخل هذا المسلسل. في البداية كان جدا رائع، شكل الممثل مناسب، ولكن مع تقدمي في الحلقات اكتشفت إنه الممثل أول ممثلة ما هو قاعد يسوي شيء، نفس الملامح نفس ردات الفعل في كل شيء. بالله جربوا خذوا لفة على الفريمات تبع كوبي داخل المسلسل، راح تكتشفون انه مو قاعد يبذل اي جهد، نفس الشكل في كل فريم، نفس الملامح نفس ردات الفعل، كشكل جدا مناسب للدور، ولكن كأداء ما كان في اي روح نهائيا. يا رجل مقارنة بكوبي هيليميبو قدم دور من اروع ما يكون ومرة ممتاز. ميهوك ميهوك من افضل الاشياء اللي شفتها في المسلسل، وقتاله مع القراصنة وتدمير اسطولهم كان شيء مرة خرافي، وتمنيت يكون مشهد اطول من كذا. قتاله مع زورو حاولوا انهم يخرجون بافضل نتيجة فيه ويحاولون يحاكون القتال قدر الامكان، وبالفعل طلعوا بنتيجة كويسة، ولكن للامانة عندي شوية عتب على اداء الممثل، ما ادري هذه التعليمات اللي وصلته ولا ايش، بس كان في شوية مياعة في كلام الممثل. ميهوك ما يتكلم زي كذا يا جماعة، ايش بنا تبى تصير اعظم سياف؟ اوكي جو اهيد. ميهوك ما يتكلم زي كذا ابدا. اوكي ميهوك مغرور في شوية نعرة، بس مو بالشكل هذا. باقي اوف باقي 10/10، كل شيء في شخصية باقي كان مثالي جدا، حدث باقي بكبره كان مرة رائع، المكياج السينمائي المؤثرات البصرية وسرد الحدث قدروا انهم يوصلوا الفكرة ويقدموا شخصية باقي بشكل جدا ممتاز، ويعطوا المتابع انطباع واضح عن شخصية باقي بشكل مختصر وجميل جدا. زيف 10/10 برضو، الممثل بدع، المكياج السينمائي مرة بدعوا، والممثل نفسه أعطاني انطباع فعلا يليق بشخصية زيف العظيمة، أنا شخصية زيف مرة أحبها في الحاضر وكمان في الفلاش باك تبعه هو وسانجي. وأقول لكم حاجة والله العظيم، في الفلاش باك تبعه هو وسانجي أقسم بالله أني تأثرت مرة وجسمي قاشعر وكنت على وشك أني أندرها صدقا، رائع رائع جدا اختيار ممثل زيف واختيار سانجي كمان. حتى لحظة وداع زيف وسانجي كانت مرة رهيبة. أوكي تمنيت انهم يقتبسون الحدث الاصلي قدر الامكان لانه بيكون مؤثر مرة، ولكن الوداع السريع ذا ما كان سيء وقدر انه يوصل لي المشاعر اللي فعلا احتاجها من هذا الحدث فعلا. ارلونج وطاقم ارلونج الله يقلع ام الفوضى، من اسوأ الاشياء اللي شفتها في المسلسل ارلونج
وحدث أرلونغ، ولكن خلونا ما نشطح كثير، خلونا نتكلم عن أرلونغ بحكم انه هو ايش القاحي والشيبة حق اليوجين. الممثل أداؤه مرة كويس للشخصية كفيلن، كفيلن اوكي انا شفت فيلن، بس هل هذا أرلونغ؟ لا، لا الطول لا العرض ولا الأداء، مش أرلونغ، يشبه أرلونغ بس مش أرلونغ. وكل اليوجين للأمانة يعني من ناحية المكياج السينمائي كانوا فوضى، مرة فوضى، تحس انك قاعد تشوف حاجة من ستار وورز عام 1970. ولا اقدر الوم نتفليكس صراحة، صعب جدا انك تسوي سي جي اي لهذا العدد الكبير من البشر، ازحلقوها بشوية مكياج سينمائي وخلصوا الليلة. ولكن للأمانة برضو عشان ما نهدر اي جهد، تصميم منتزه أرلونغ بارك كان مرة رهيب. هذه تقريبا اهم الشخصيات يعني، ان شاء الله اني ما نسيت احد، ولكن خلونا نتكلم من ناحية القصة. من ناحية القصة يا جماعة، اي نعم تم اقتباس القصة بشكل مختلف مع الحفاظ على خلاصة الأحداث والنتائج كما هي، يعني أيا كان الحدث اللي حصل في الحلقة الأولى سواء في الأنمي أو في المانجا، المسلسل أعطانا الحدث بشكل مختلف مع الحفاظ على نفس النتائج اللي طلعت في النهاية من القصة الرئيسية. وهذا شيء للأمانة كان مرة ممتع بالنسبة لي إني أشوف القصة بشكل مختلف وجديد مع معرفتي إن النتائج في النهاية بتكون نفسها. على سبيل المثال، حدث زورو ولوفي انتهى في القصة الرئيسية بانضمام زورو إلى طاقم لوفي، في المسلسل برضه انتهى الحدث بنفس النتيجة، فكان في تلاعب في سرد القصة ولكن النتيجة في النهاية واحدة. أي نعم في لمسات كثير محرفة في القصة، ولكنها ما خبصت في الجوهر الحقيقي للقصة، مثل المطاردة المبكرة اللي تمت ما بين غارب وما بين لوفي. غارب ما يطارد لوفي في المسلسل أو في المانجا إلا بعدين، هنا لاحقوا بدري. طاقم ما راح يكتشف إن غارب جد لوفي في القصة الرئيسية إلا بعدين، هنا اكتشفوه مرة بدري. كل هالحاجات تم إعادة صياغتها والتلاعب في توقيتها، ولكنها ما زالت تخدم فكرة العمل بشكل جيد وما جاي مشاكل معها. للأمانة أزعجتني جدا الاختصارات الكبيرة اللي حصلت، واللي أشوف إنها قتلت الجوهر في الترابط اللي ممكن يتم بناؤه بين الشخصيات. يعني في القصة الحقيقية الون بيس كان في مساحة تخليك تقول أوكي لوفي فعلا قاعد يجتهد في جمع طاقمه، يروح يجي يتكلم يقاتل يقنع يحاول يجي يطلع ينزل، وكل شخص ينضم للطاقم يخلينا نقول أوكي هذا الشخص الآن مستعد ينضم للطاقم، هذا الشخص الآن فعلا قادر انه ينضم للطاقم. ولكن مع الاختصار والسرعة اللي تم تقديم الاحداث فيها، ما كنت قادر اتقبل فكرة ان الطاقم جالس يتجمع بهذه السرعة. بوم زورو، بوم نامي، بوم اوسوب، بوم سانجي. يا رجل سانجي انا ما نعرف ليش انضم مع الطاقم، يعني اوكي انا عارف القصة الرئيسية ما عندي مشكلة بستوعب دي الحاجات، بس اللي قاعدين يتابعوا المسلسل وهم ما يعرفون شيء عن قصة ون بيس، ايش السرعة دي اللي قاعد يتجمع فيها الطاقم؟ لازم تبني ثقة علشان الكل يتجمع في هذا الطاقم. كل شيء كان يتم بسرعة للأمانة بالنسبة لي. ومرة ثانية بالنسبة لي كمتابع وقارئ لقصة ون بيس، النتائج كونها معروفة ممكن أقدر استوعب سرعة تجميع الطاقم هذا، ولكن كشخص جديد في عالم ون بيس ما أتوقع أن الفكرة بتكون مثيرة للاهتمام فعلا. بالعكس البعض ممكن يحطها سلبيات، إيش سرعة تجميع الطاقم المرعبة هذه؟ فلذلك يا جماعة اللي بيتابع مسلسل ون بيس في حال استمراريته لا سمح الله، الأفضل إنه يتابع العمل لأجل المتعة لا أكثر ولا أقل، لكن إنك تأخذه كمرجع واقتباس أصلي لقصة ون بيس ما راح تقدر تستمتع ابدا، وراح يكون العمل زي ما قلت لكم مجرد مسرحيه هزليه سريعه الاحداث. قصة ون بيس الحقيقيه موجوده في المانجا، موجوده في الانمي، والمسلسل هذا وللاسف من وجهه نظري هو مجرد محاوله بائسه من نتفليكس لتحويل قصه خياليه وهزليه جدا الى عالم حي او الى عمل حي. انا قلتها زمان وبكررها اليوم، قصة ون بيس يا جماعه صعب جدا انك تقولبها داخل قالب حي، مرة صعب. وغرد في تويتر وقلت انه بعض الاعمال الافضل انها تظل مانجا او قصص مصورة او انمي، مش كل عمل تقدر تحوله الى عمل حي، وهذا الكلام ينطبق على ون بيس وعلى انميات وقصص كثيرة. عالم الانمي عالم اكثر حرية ورفاهية وتقدر تسوي فيه اللي براسك، في النهاية هو رسوم وتقدر تحركها وتبدع فيها، عكس العالم الحي اللي راح تقيدك فيه الكثير من القوانين الطبيعية وراح تلاقي صعوبة في انك تحاكيها مثل ما يحاكيها الانمي والقصص المصورة. 7/10 هو تقييم النهائي للمسلسل، وشكرا اودا على التجربة الفريدة والمميزة واللي اتمنى انها ما تستمر.
خلاص كفاية، قدمت قصة عالمك للعالم، اللي حاب يكمل القصة ويعرفها بشكل أفضل يجي مانجا ولا يجي أنمي. مستقبل المسلسل إلى الآن مش معروف، ولكن استمرارية المسلسل قائمة على نجاحه، وللأمانة المسلسل مسوي شغل ترند في كل مكان، تدخل السوشيال ميديا في كل مكان راح تظهر لك حاجة من مسلسل ون بيس الحي، وهالشيء للأمانة ما هو جديد لشيء مقتبس من قصة ون بيس، ولكن جدوى استمرارية المسلسل من عدمها من اللي بيحددها أودا ونتفليكس، فإيش بيصير؟ الله أعلم. إلى هنا يا جماعة نكون وصلنا لنهاية الفيديو، يعطيكم العافية، واكتبوا لي أراكم في التعليقات عن المسلسل وهل تتمنون يستمر ولا لا، وهبوا لنا لايك للفيديو واشتركوا في القناة لو ما كنتم مشتركين وفعل جرس التنبيهات، وتعالوا تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي والديسكورد وتويتش، كل الأشياء هذه موجودة في صندوق الوصف. كان معكم الوجيه، أشوفكم في الفيديو القادم.